مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الشروق نقدم كلمة رئيس الجمهورية أمام الجالية السودانية في دبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن حقيقة نشكر لإخواننا في السفارة والقنصلية أنه أتاحوا لنا هذه الفرصة عشان نلتقي مع هذه الجالية الكريمة، وحقيقة الواحد سعيد بهذا اللقاء. وأيضا نحن حقيقة في البداية نشكر كل الإخوة في قيادة دولة الإمارات المتحدة على دعوتنا الكريمة لنا أن نحضر مناسبة مؤتمر الدفاع ومعرض معدات الدفاع، واتحت لنا فرصة أن نجري لقاءات هامة جدا مع المسؤولين في هذه الدولة. الحديث عن العلاقة بين السودان ودولة الإمارات هي حقيقة علاقة قديمة تأسست منذ إعلان استغلال دولة الإمارات المتحدة. ويمكن اللي يشاهد الصور والأفلام عن الاحتفال الأول باستغلال دولة الإمارات ما في صورة اللي يظهر فيها الرئيس الراحل نميري مع الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. حقيقة تأسست هذه العلاقة على حب ومودة بين الطرفين، والشيخ زايد رحمه الله كان محبته وثقته في أهل السودان لا تحد حدود. ويمكن الأخ كمال حمزة يشهد على ذلك، أوائل السودانيين التي وصلوا لهذه الديار. أنا شاهد على هذه العلاقة لأنه كنت جزء من الجالية دي. ربنا يمتعك بالصحة والعافية إن شاء الله. أنا خدمت في هذه البلاد 3 سنوات، ما شعرت في يوم أني غريب، أو بعد بتعامل مع ناس جنسية أخرى ولا بعاملوني كجنسية مختلفة، رغم أنا بعمل في موقع حساس وهي القوات المسلحة. واليوم في لقائي مع سمو الشيخ محمد بن زايد قال لي نحن أيضا بنعتبرك في الأمارات 50% سوداني 50% أمارات. ومشيت المنطقة الغربية اللي كنا بنعمل فيها واللي كنا بنحفظها، يعني كنت أحفظ هذه المنطقة وممكن أتحرك في الصحراء بالليل بدون دليل. حقيقة لقيت بلد مختلفة تماما، كل المعالم القديمة اختفت تماما في بلد جديدة. أنا أقول أنه هذه العلاقة تأسست بصورة متينة، وكان الاستعانة بعدد كبير جدا من السودانيين في شتى المواقع في بداية تأسيس الدولة. والناس اللي قدموا حقيقة نموذج ممتاز جدا، عملوا سمعة للسودانيين، عملوا مكانة للسودانيين. ونحن أيضا نشكر لكم ونقدر لكم أنه حافظتوا على هذه السمعة وهذه المكانة اللي أسسوها للناس الأوائل اللي جوا هذه البلد. فالجالية السودانية ما قابلنا مسؤول من الأمارات إلا أشاد بالسودانيين وبالجالية السودانية. فأرجو نيابة عن أهلكم في السودان نقول لكم شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. الحقيقة الواحد لما زمان في لقاءات زي دي نحن بنقول تفاصيل الحاصل في السودان، لكن الآن مع الاتصالات والفضائيات والتواصل بقى الإنسان القاعد هنا والقاعد هناك متابعين، لكن ما في مانع ندي بعض الملامح عن بعض ما يدور ويخطط له في السودان. إذا مثلنا المسألة الأولى هي مسألة السلام وتحقيق السلام في السودان، ومعروف أن الحرب
في السودان صاحبة السودان منذ العام 1955. قبل إعلان استقلال السودان بدأت الحرب في جنوب السودان، تولت كبرى جهات كثيرة جدا خارجية وبدوا يطرقوا إعلاميا أن التمرد في الجنوب سببه أن الناس في الشمال ظلموا المواطنين في الجنوب، لكن الجنوبيين تمردوا ودخلوا الغابة وبدوا الحرب في وقتها لا زال هنالك حاكم عام بريطاني موجود في الخرطوم. فكيف أن السودانيين لسه ما حكموا ويكونوا ظلموا؟ لكن أن حقيقة كثير جدا من القوى المعادية بتعرف قوة السودان لأنه خبروه وجربوه. وفي القرن 19 لما كانت كل الشعوب خضعت للإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب الشمس عنها، شمسها غابت في السودان، وقيام ثورة في ذلك الوقت يا جماعة لا في تلفونات لا في اتصالات. كيف الثورة دي عمت البلد كلها؟ كيف الشعب السوداني ترابط مع بعضه البعض واستطاع أنه يهزم أقوى وأعتى الإمبراطوريات في عهدها؟ عشان كده دي لفتت النظر أنه والله في هنا دي بلد وضعها غير طبيعي، فعشان كده يجب إشغاله. وده قالوا كثير جدا من الناس اللي بيخططوا لتدمير وتمزيق السودان أنه إحنا لو غفلنا عن السودان حيصبح قوة إقليمية. تآمر مستمر، التآمر ده ما مربوط بحكومة ولا مربوط بتوجه، لكن مربوط بالسودان. السودان ده موجود في تآمر مستمر عليه، لكن بيبقى بعد ذاك نحن كأهل السودان كيف نبطل هذه المؤامرة ومفعولياتها. يبقى ده الجهد اللي احنا بنقوم به. عشان كده نحن وضعنا أنه السلام أسبقية أولى على كل البرامج، لأنه علمنا أنه كثير من المشاكل السودانية سواء سياسية اقتصادية أمنية اجتماعية، واحدة من أهم أسبابها هي الحرب كانت دائرة، واجتهدنا في أنه نحن نوقف هذه الحرب وتفاوضنا وقاتلنا. نحن كنا بنقاتل بشراسة وكنا بنتفاوض أيضا بجدية لغاية ما وصلنا لاتفاقية السلام، وكلكم عارفين النتيجة بعد كده. لكن لما الناس شعروا أنه لازم يكون في سلام في جنوب السودان، وخاصة بعد ما انتصرت القوات المسلحة انتصار ساحق جدا، وآخر معركة حاسمة كانت بين القوات المسلحة والحركة الشعبية كانت هي توريد اللي تم فيها تدمير قوات الحركة الشعبية بصورة نهائية. في الليلة دي ما في خواجة ما جاي يبحث عن مسؤول سوداني اللي إعلان وقف إطلاق نار لأول مرة منذ بداية الحرب في 83. إحنا قبلنا وقف إطلاق النار لأنه ما كنا بنقاتل عشان نهزم الحركة ولا ننتصر عليها، لكن كنا عشان نقنعها بالسلام. وكلكم بعدك عارفين اتفاقية السلام وتطبيقاتها. في الاتفاقية وضعنا في الديباجة بتاعتها وباتفاق الطرفين والشهود كل من وقع على هذه الاتفاقية أن طرفي الاتفاقية يعملوا على مع بعض على أن يكون الخيار الوحدة هو الخيار الجاذب للمواطنين في جنوب السودان. نحن كل اللي اعطته لنا الاتفاقية وكل ما تمنوه ما وقفنا عنده، بل زدنا عليه. ونحن أقمنا عدد من المشروعات التنموية في جنوب السودان، تواصلنا مع الجنوبيين، أدينا حقوق كاملة في الشمال، أدينا حقوق في الحكومة الاتحادية، أدينا ونحكم الجنوب، أدينا نصيب في الثروة. وكان أملنا أنهم في بعد ده يجيفوا مع خيار الوحدة، لكن التآمر واضح جدا. طالبنا أخوانا في الحركة أنه يعلنوا موقفهم من الوحدة والانفصال، ظلوا يماطلوا إلى أن في 2010 مشى الفكير لواشنطن، ومن واشنطن أعلن أن الحركة الشعبية مع الانفصال، ما أعلن من جوبا، ما أعلن من الخرطوم، إنما أعلن من واشنطن. قبلنا خيارهم، اعترفنا بدولتهم، نفذنا ما يلينا، لكن ظلت هناك أمور عالقة اتفقنا عليها وعملنا اتفاقية تعاون عشان ما نزيل كل العقبات في التعامل بين الدولتين، لكن لا زالوا يظلوا يماطلوا في تنفيذ ما يليهم من الاتفاقيات.
لغايه ما انفجر الموقف في الجنوب. وانفجار الموقف في جنوب السودان ما كان مفاجئ لنا، ونحن حقيقه نبهنا وحذرنا انه الجنوب غير جاهز لاقامه دوله. هم قالوا بس انتوا اطلعوا من الجنوب ونحن ان شاء الله حنعمل الجنوب السودان سويسرا في افريقيا. وكلنا عارفين ما دار الان في جنوب السودان. الان بيجونا بيقولوا انتوا الجهه الوحيده المؤهله انها تحل الاشكال في جنوب السودان. احنا ما عندنا مانع نساهم في حل الاشكال في جنوب السودان، لانه بهمنا استقرار جنوب السودان، استمرار الصراع في جنوب السودان حقيقه له انعكاسات علينا، بدليل انه الان مئات الالوف بتهاجر يوميا الى السودان بحثا عن الامن والامان والاستقرار. واهل السودان كعادتهم ما قصروا، استقبلوهم كاخوه اعزاء ونسوا كل مرارات الماضي، والان موجودين في كل موقع في السودان بيمارسوا حياتهم بصوره طبيعيه. من المشاكل اللي مواجهتنا هي ايضا الكبيره كانت الاقتصاد السوداني. طبعا ناس كثيرين جدا ما كانوا يعرفوا، الشباب بالذات ما عرفوا الحاصل وقت ذاك، لكن نحن الناس اللي بيتذكروا يوم الخميس 29 يونيو كانت إجازة الميزانية، لأنه زمان الميزانية كانت بتجاه في 30 يونيو والسنة المالية بتبدأ من 1/7. الناس تذكر كلام المرحوم الشريف زين العابدين الهندي في جمعية التأسيسية لما وقف قال البلد وصلت مرحلة لو في كلب شاله ما في يقول له جرب. التقرير بتاع صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السوداني في عام 89 كان نسبة النمو ناقص 1، معناته بلد متراجعة. فدي واحدة من المعضلات الكبيرة. بدأنا احنا ببرنامج ثلاثي، قلنا لتحريك جمود الاقتصاد السوداني. البرنامج حقق نجاح كبير جدا، انتقلنا منه لخطة استراتيجية عشرية ودي حققت نجاح كبير جدا، وخلقنا توازن فعلا في الاقتصاد السوداني قبل دخول البترول واستقرار تام في الاقتصاد السوداني. بعد ذلك دخل علينا البترول. حقيقة البترول عنده إيجابياته وله سلبياته. بقت في أموال داخلة من البترول، الناس اعتمدوا وبقوا شيوخ، وكل واحد خلف رجل على رجل، بقت المطالب بس، لأنه نحن بقينا دولة بترولية وبنصدر بترول. نحن كله كان 150 ألف برميل، بتاخذ الشركات 40% قصاد زي التكلفة و20% حق الشركات و40% حق الحكومة. لكن بيقول أنه عمل أثر كبير جدا في الاقتصاد، والواضح من البنيات الأساسية نحن ركزنا أنه يكون العائد من البترول يستخدم أساسا في بنيات أساسية، ودعمت بنيات أساسية في الطرق وكباري وكهرباء وخلافه وسدود، والحمد لله. جاءت حقيقة بعض المشاكل اللي واجهتنا، بداية بالأزمة الاقتصادية في عام 2008 العالمية، كان لها بعض آثار السالبة علينا. الاتفاقية قبلها شالت 50% من عائدات البترول، لما جاء الانفصال طبعا شال 80% من عائدات البترول، فدي أيضا عملت صدمة. كان كل حسابات الآخرين والمراقبين والخبراء والمؤسسات بما فيها صندوق النقد وخلافه أنه دي كافية جدا أنه الدولة حتنهار. دولة تفقد في عام واحد 80% من إيراداتها، معناتها ما بتكون عندها الحصر في البقاء. لكن نحن الحمد لله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، نعم في صعوبات، حصلت مشاكل، حصل غلاء، حصل تدهور في سعر العملة، لكن نقدر نحن نقول تجاوزنا مرحلة الصدمة اللي كان متوقعنا أن تؤدي إلى انهيار الدولة. عملنا برنامج ثلاثي جاب نتائج ممتازة جدا. الآن انتقلنا إلى خطة خمسية اللي هي بعدها حيكون إن شاء الله استقرار نهائي الاقتصاد السوداني، ونكون خرجنا تماما من الأزمة. الحمد لله السودان بلد كما تعرف بلد غني، والغنى ده هو سبب المشاكل. الطمع في ثروات السودان وإمكانيات السودان هي واحدة من أسباب استهداف السودان. كلنا نعلم أن كل حقول البترول في السودان كانت مرخصة
لشركات أمريكية. وقبل إحنا ما نجي الشركات دي وقفت بحجة أنه ما كان في أمن. وأنا كنت قايد المنطقة الرئيسية بتنتج البترول ده لغاية 30 يونيو. كان يمكن تأمين هذه المناطق وكان ممكن للشركات الأمريكية تشتغل، لكن ما كانوا عايزين يشتغلوا لأنه هم حقيقة بصورة واضحة جدا كانوا داعمين للتمرد. ويفتكروا أنه استخراج البترول حيكون قوة لحكومة الخرطوم اللي مكنها أنها تقاوم التمرد وتهزمه. وطبعا كل المعلومات وقتها عن البترول السوداني كانت مخزنة في أمريكا. ما في مسؤول سوداني بيعرف معلومة عن بترول السودان، لا نوعيته لا كمياته لا احتياطياته لا كمية الصرف اللي هو ده بعدين بيحسب على الحكومة. فطلبنا منه يواصل العمل، رفضوا. طلبنا منه يخرجوا بعد لولة وكثيرة، مرقوا والحمد لله. لكن بدوا يبسوا معلومات مغلوطة عن البترول السوداني أنه غير صالح للنقل والاستخراج والتكرار والتكرير. وكل ما طلبنا شركات الشركات ما بتجينا. فقمنا عملنا مع شركة صغيرة لأنه كانت الآبار جاهزة، استخرجنا نقلنا البترول شبه الشاحنات من الحقول إلى المجد بسكة حديد إلى الأبيض، ركبنا المصفى في الأبيض، شغلنا المصفى، دعينا كل الشركات دي حضروا وأكد ليهم أنه بترول السودان ممكن يستخرج ممكن ينقل ممكن يكرر. فطلبنا بعد ذلك الشركات، كل الشركات طلبناها جات، طلبنا أن يقدم العروض بتاعتهم. بدينا نلقى العرض الصيني حقيقة عرض مختلف تماما عن الشروط اللي كانت شغالة بها الشركات الأمريكية، لأنه زمان البترول أغلبيته بتاخذ الشركات الأمريكية، ما في أي التزام بمشاركة في عمليات من الاستكشاف والاستخراج والنقل، ما في إشراف على عملية الصرف على العمليات البترولية، ما في شروط بتدريب ناس أو إحلال للعاملين. دي احنا كلها في الاتفاقية عملناها أنه يجب يكون الوجود السوداني في كل مراحل البترول، يجب تدريب الكوادر السودانية، يجب عملية إحلال للكوادر السودانية للكوادر الأجنبية. والآن والحمد لله نحن في فترة وجيزة أصبح عندنا كادر مؤهل أنه يدير كل عمليات البترول من الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير. الآن الشركات الصينية لما دخلت العراق ودارت تشتغل، الآن جاءت أخذت كوادر من السودان الآن بيشتغل في العراق. أخواننا الليبيين بعد الثورة لما احتاجوا لكوادر جونا وأديناهم كوادر ومشى الآن شغال معهم في ليبيا حقول البترول. فأنا أقول أنه نحن الحقيقة البترول السوداني قلنا لازم يكون الفائدة منه لأهل السودان، وكان لأهل السودان والحمد لله. الآن عندنا حقول جديدة، استكشافات جديدة. نعم طبعا بتاخذ زمن لغاية تطوير هذه الحقول وتصل لمرحلة إنتاج متقدم، لكن كلها حقول واعدة، النتائج بتاعتها ممتازة جدا. في حقول يعني أي بير حفرها طلعت منتجة، ما في حصل حفر وبير لقوا بير جافة. فدي كلها مؤشرات. أضف إلى ذلك غنى السودان، نحن المعادن الموجودة في السودان ما موجودة في أي دولة تانية، كمياتها ونسبها ونسب الترسيمة ما موجودة، من الذهب والفضة والنحاس والحديد والكروم والمايكا واليورانيوم والألمنيوم، ما في معدن نفيس وإلا موجود في السودان. ودي أكبر واحدة من أكبر استهدافات السودان هو المحاولة على سيطرة هذه المعادن. الحمد لله الآن كلكم عارفين الناس شغالين يلقطوا في الذهب وتصريف الخلا، والشركات دخلت والأمور ماشية أيضا في مجال التعدين. نحن المعروف عندنا حقيقة أرض أيضا أراضي واسعة. الآن في مشروع الأمن الغذائي العربي، والأمن الغذائي العربي مبني على السودان، هو فيه الأراضي الواسعة، هو فيه المياه الوفيرة. ما بتكلم عن مياه النيل عشان ما نخوف أخواننا المصريين. إحنا قوة السودان المائية هي في المخزون الجوفي، عندنا مخزون جوفي مهما ضخينا منه، ولو سقينا كل هذه الأراضي الموجودة فوق المخزون الجوفي، المخزون ده تقديراته أنه ممكن يكفي البلد 500 عام قدام، وهو حوض متجدد بيحط له تغذية سنويا من الأمطار والنيل والسدود وخلافه.
الآن عملنا إحنا جهزنا، كانت في مشاكل كثيرة جدا بتقابل المستثمر الأجنبي لما يجي، قصة الأراضي والمواطنين، ودي أراضينا وأراضي جدودنا وأرضنا من الستين. نعم، أي استثمار في ثلاثة جهات لازم تستفيد. المستثمر طبعا لازم يستفيد لأنه ما فعل خير وجاي عشان ما يستفيد. الدولة لازم تستفيد لأن هي مالكة الأرض والموارد الأخرى. المواطن الموجود لازم برضو يعرف حقه وين يستفيد. فدي ثلاثة جهات من ناحية مبدأ لازم تكون كلها مستفيدة، عشان نحن بنتكلم عن استثمار صديق للمواطن. الآن الأراضي كثير جدا اتمسحت، اتحددت، طلعوا النصيب بتاع المواطنين، طلعوا النصيب الآخر ممكن تتصرف فيه الدولة مع المستثمرين. وعندنا الآن تجارب ناجحة جدا، واحدة من أهم التجارب الناجحة هي شركة جنان الأماراتية اللي احنا مسميناها شركة أمطار، اللي دخلت تقنيات جديدة في الري مختلفة عن التقنيات العادية. لأنه احنا آخر تقنية دخلناها كانت التقنية بتاعت المحاور، الري بالمحاور، فديل دخلوا التقنية بتاعت أمطار اللي عبارة عن شبكة بتاعت مواسير مشرورة على كل المساحة، وبيضخوا فيها المويه بعدك بنظام الرش، عشان كده سميناها أمطار. والآن بدوا بداية ممتازة جدا، الإنتاجية عالية جدا، أعلى بتحت من الري بنظام المحاور. طبعا بيستفيدوا من الأرض بنسبة 100%، لأنه في المحاور في أراضي بتكون غير مستغلة بمحور والآخر، لكن بيستفيدوا كل من الأراضي المخصصة لهم، خصوصا أراضي كثيرة جدا. الآن نحن عملنا لقاء مع المستثمرين امبارح وكانوا متحمسين جدا، وناس جنان قدموا حقيقة عرض وقدموا فيلم عن عملهم في السودان، كان حكاية يعني مؤثرة جدا وكونفينسين جدا أنه والله الناس يجوا يستثمروا في السودان. الآن نحن عندنا تحضيرات كبيرة جدا عشان ما نستقبل المستثمرين العرب في إطار البرنامج الغذاء العربي. عندنا أراضي الآن بنجهز فيها، لأنه إحنا عندنا ترعة هتطلع من الرصيرس اليوم مشروع الرهد الثاني، ودي فيها حوالي 1,000,000 فدان هتروى ري انسيابي من خزان الرصيرس. عندنا الآن الخزان سيتيتو نهر عطبرة على وشك يكتمل، الآن بدأت حتى تخزين الموية. الخزان ده حيولد 320 ميجا وات كهرباء، لكن أيضا برضو حيروي حوالي 1,000,000 فدان في الضفة الشرقية من نهر عطبرة. قيام السدود دي وسد في عالي نهر عطبرة في داخل أثيوبيا، حول نهر عطبرة الكام موسمي إلى نهر يجري طول العام، وحلت مشكلة أهلنا تماما اللي تأثروا تأثير مباشر بقيام سد خشم القربة وأفقروا من سد خشم القربة اللي هم أدنى نهر عطبرة. الآن مشكلته حلت تماما، نهر عطبرة بقى نهر طول العام والزراعة حوله وعدد من المشاريع. عندنا أيضا من سد مروي عندنا ترعة، والترعة دي مدروسة والأراضي مدروسة والتصميم بتاع المشروع كله مدروس وجاهز على سنة. ترعة تقوم من سد مروي بتروي الأراضي العليا، السدود العليا، وبتعبر حتى النيل عشان تسقي حوض السليم في الضفة الشرقية. فدي كلها الآن دي أراضي جاهزة، جاهزة للاستثمار، عرضناها للمستثمرين وجهزناها إن شاء الله حيكون فيها القريب ده العاجل نازل حيجون هناك عشان ما نبدأ بداية جادة في تنفيذ هذه المشروعات وتمويلها. وعندنا وعد من الصناديق العربية ومن الدول المالكة لهذه الصناديق أنه حيضاعفوا التمويل بهدف تنفيذ مشروع الأمن الغذائي العربي. في أمورنا السياسية الداخلية تحدثوا، أنتم عارفين الحوار الوطني، وبيقول أنه إحنا الآن الحوار جاهز. آخر اجتماع للجنة السبعة زي السبعة أجزنا الشخصيات القومية، 50 شخصية قومية هتشارك بالإضافة للأحزاب، ودي أجيزة الآن وتم تبليغهم والآن جاهزين. تم اختيار السكرتارية للحوار وتم تبليغهم ووافقوا والحمد لله. تم اختيار رؤساء اللجان ونواب، والآن إن شاء الله في القريب عيل ده ندعو للجمعية العمومية اللي بتضم كل الأحزاب اللي وافقت
على الحوار، وهي 94 حزب وحركة موقعة. بعد طوالي في نفس اليوم حنطلق إن شاء الله الحوار اللي هو بيتقسم إلى خمسة محاور زي ما عارفين. المحور الأول هو محور السلام، والمحور الثاني هو محور الحريات، ومحور الاقتصاد، ومحور الهوية، والمحور الخامس حقيقة نضيف لاحقا هي السياسة الخارجية، لأنه كانت عندنا مشاكل في السياسة الخارجية، لكن احنا بنقول الآن الحمد لله تجاوزنا كل مشاكلنا في السياسة الخارجية. فدي المحاور الخمسة بتكون في لجنة ساسة اللي هي دي اللي هترعى إنفاذ مخرجات الحوار. نحن قصدنا بهذا الحوار أنه هي تحريك للساحة السودانية، إتاحة الناس الفرصة للمشاركة بآرائهم ودراساتهم في حل دي المشاكل. في حوار سياسي، حوار مسارين، في المسار السياسي والمسار المجتمعي. منظمات المجتمع المدني نحن دعوتنا الأولى للحوار أنه كل الناس يجوا في جسم واحد، أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. أخواني في الأحزاب السياسية رفضوا مشاركة في البداية مشاركة منظمات المجتمع المدني، وقالوا دي كل الناس مؤتمر وطني احنا ما عايزينه. فنحن قمنا خلاص قلنا نعمل حوار مجتمعي موازي مع الحوار السياسي. دعينا منظمات المجتمع المدني لجلسة في القاعة صداقة. حقيقة المنظر نقول عجب الكثيرين وخوف ناس كثيرين، لأنه شافوا كل السودان موجود، طرق صوفية، منظمات، رياضيين، فنانين، زعماء قبائل، اتحادات، نقابات، جمعيات. فالحكاية كده خوفت، قالوا لا احنا عايزين نشارك ايضا في الحوار المجتمعي، وقلنا ما في مانع. وتشكلت لجان للحوار المجتمعي برئاسة دكتور حسين أبو صالح، وأيضا كثير من الجامعات أدارت حوار مجتمعي في المناطق اللي هي موجودة فيها، خاصة الجامعات الإقليمية. كثير من المنظمات أدارت حوار، كثير من المراكز الاجتماعية عملت حوار. فنقول أن حقيقة عملت حراك الحوار المجتمعي، وده حيكون موازي إن شاء الله مع الحوار السياسي. في النهاية مخرجاته حتجي الصف في الحوار السياسي عشان نطلع بوثيقة واحدة تغطي كل هذه المحاور إن شاء الله. إحنا نقول أنه حقيقة أن إحنا الهدف هو إشراك كل القوى السياسية وكل القوى الحية في المجتمع في أنها تناقش قضايا الوطن، لأنه الوطن ما ملك لحد، إنما ملك للجميع. عشان كده قلنا الحوار يشمل كل الناس دون عزل إلا من عزل نفسه. في محاولات أن نضم الآخرين من المعارضة ومن حتى الحركات المسلحة، ونحن اتصلنا بجهات عديدة أنه نحن بندي ضمانات كافية حتى لحمة السلاح أنه يجي الحوار ونضمن سلامة وحماية داخل السودان. وبعد ما ينتهي الحوار اللي داير يجلس في السودان أمرحب، والداير يخرج حنوصل إن شاء الله نأمنه لغاية ما يركب الطيارة ويطلع من السودان. فقام أمريكا سألني قال لي طيب لكن الضمان شنو؟ قلت له احنا في السودان عندنا مثل بيقول الراجل بيربطوه من اللسان ما بيربطوه من كراعه. ودي كلمة بيديها رئيس الجمهورية أمام الشعب السوداني كله وأمام العالم، نحن ملتزمين بها إن شاء الله. فدي طبعا في بعض القضايا أول ما طرح الحوار في ناس بتفكر أنه لا لازم يحصل تتحل الحكومة وتجي حكومة قومية أو حكومة انتقالية. نحن ما دعينا لحكومة قومية، ما دعينا لحكومة انتقالية، ما حنعمل فراغ الحوار اللي ما مسيطر عليه ومدار بصورة حكيمة. النتيجة حتكون زي ما حصل في اليمن. اللي وصل اليمن الآن هو حالة التسيب اللي صاحبت الحوار. وأنا أقول اليمن تعرض لمؤامرة كبيرة جدا تحت ظل الحوار. الناس الآن فتتوا اليمن، قسموا اليمن الآن لقسمين. اليمن غالب ماشي لحرب أهلية طاحنة. نسأل الله سبحانه أن يجنبهم، وأنه تكون الحكمة يمانية فعلا، وأنه اليمنية ترجع لحكمتها، وأنه يفوت الفرصة على الآخرين، وأنه يجلسوا مع بعض إن شاء الله ويحلوا مشاكلهم. إحنا بنقول أنه نحن حقيقة عايزين كل أهل السودان يشاركوا، لأن أي قضية الواحد شارك فيها بتبقى حقته. قضايانا الإقليمية كلها الحمد لله ما عندنا مشاكل مع أي دولة في إقليمنا، لا في مع مصر علاقتنا الحمد لله ممتازة،
مع أريتريا وأثيوبيا رغم ما بيناتهم، لكن علاقتنا الثنائية مع كل واحد منهم ممتازة جدا، علاقتنا مع تشاد، أفريقيا الوسطى، حتى مع ليبيا. نحن دورنا الآن بنحاول نلعب في ليبيا أنه جمع الفرقاء الليبيين بحكم العلاقة بتاعتنا الموجودة مع كل أطراف الآن في ليبيا، نستغلها في أنه نجمعهم مع بعض. عندنا موافقة مبدئية من الطرفين في الحكومة الموجودة في مجلس في طبرق اللي هي بيقودها السني، والحكومة الموجودة في طرابلس، وجهدنا مستمر إن شاء الله في أن نحاول نجمع هؤلاء الفرقاء أيضا لحل إشكال الليبي، لأنه ليبيا دي بكل أسف الغزافي لما كان موجود ما أسس فيها دولة، وبعد ما انهار الغزافي وراح الغزافي أخوانا دي تباطؤوا رغم ضغطنا المستمر وحديثنا المستمر معاهم أنه يعملوا على إنشاء مؤسسات دولة، ونبدأ بالقوات المسلحة والشرطة والأمن، ونحن ساعدناهم كثير، دربنا مئات الضباط الليبيين، الآن عندنا في الكليات مئات الطلاب الليبيين بيدرسوا في الكليات العسكرية السودانية، أمدناهم بكثير جدا من الاحتياجات رغم إمكانياتنا الضعيفة ورغم احتياجنا ورغم الحرب الدائرة عندنا، لكن برضو نحن ما بخلنا عليهم بشيء. وكل الاتفاقات دي وقعت في عهد لما كان السني الحصري رئيس الوزراء الحالي كان هو وزير دفاع. أنا أقول إحنا أمورنا كلها الحمد لله ماشية مستقرة تماما مع دول الجوار. علاقتنا الخارجية واضح يمكن تكونوا متابعين في انفراج كبير جدا مع أمريكا، بدينا حوار، وبداية الحوار حقيقة هي كسرت حاجز كبير جدا، في ناس كثيرين دارين يتعاملوا معنا لكن بعينوا هناك. خاصة الأوروبيين يعني يقول لك والله يا أخي إحنا ما عندنا مشكلة معكم، عارفين أنكم ناس كويسين، لكن كده اجتهدوا مع أمريكا. أمريكا دي إحنا مع الإدارة، الإدارة كانت مقتنعة تماما، بيقولوا إحنا مقتنعين أنكم ناس كويسين، لكن شوفوا الكونجرس. أخوانا دي التحركات الأخيرة غايته، أخونا في الخارجية أخ علي كرتي له سنة كده يعني كل مرة بيمشي بيعمل لي لقاءات مع 10-20 من الكونجرس لغاية ما الحكاية كسرنا الحاجز الآن. وتعلن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه نحن دخلنا في لما لاموها بعض المنظمات أنه كيف يدعو وزير خارجية السودان، قالت له نحن دعينا لأنه بدينا حوار وعايزين نمشي مع نطبع علاقاتنا مع السودان زي ما عملنا مع كوبا ومع إيران، وحسن دعينا وزير الخارجية وحندعو كمان مساعد رئيس الجمهورية. قلت لها زي أخو واحد أدروب قبضوها ايام الشريعه ديك والمحاكم الشريعه، قبضوا سكرانجا وجلدوه في الانتفاضه، مشى سكر تمام وجا حايم في الشارع، واحد ساله قال يا دربت سكران؟ قال لا ايش سكران وشيوعي وحلايب مصريه كمان. فحقيقه دي كانت رساله لعدد كثير جدا من الناس، والان نقدر نقول انه يعني علاقات حتى الاوروبيه ان شاء الله في انفراج كبير جدا، ما عندنا مشكلة في علاقاتنا العربية جميعا من المغرب العربي إلى الخليج العربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السودان وأن يجنب الفتن ما ظن وبطن. نحن ناس تحدثوا عن تأجيل الانتخابات، ما في تأجيل الانتخابات، تأجيل الانتخابات معناته هو فقد الشرعية للرئيس وللبرلمان وخلافه، والبلد ما تتحمل ولا يوم واحد بدون شرعية دستورية. احنا الانتخابات ما مفاجأة، لانه في دستور 2005 اللي شاركت فيه كل القوى السياسية، لانه كل القوى السياسية كانت ممثلة في المفوضية الدستورية اللي كان برأسها الوقت ذاك أبي ليلير، هي اللي وضعت الدستور، هي اللي حددت فترات الانتخاب. اول انتخابات كانت 2010، اللي بعدها كل ثاني دور كل 5 سنوات، 2015 2020. ما في مفاجأة، لكن السودانيين كثيرين يتعودوا على المفاجآت، يعني رمضان بيفاجئ الناس والعيد قاعد يفاجئ الناس، وحسن قالوا الانتخابات فاجئونا نحب الانتخابات. فهي الانتخابات قامت في مواعيدها ان شاء الله، بندعو كل الناس يشاركوا فيها، وطبعا ما في جبر على الانسان انه يشارك في الانتخابات سواء حزب او فرد يدوره، لكن بتقرا ان هذه شهاده لله انه كل واحد واجب لازم يأديه. نسال الله سبحانه يوفقنا جميعا لما يحب يرضى ويجنب بلاد الفتن ما ظن وبطن، وجزاكم الله خير.